سلام الاخوان، مرحبا. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نبارطاجيو معكم كيفاش تكلفنا باصلاح هذه الشقه من أ لزيد. غادي نبارطاجيو معكم النتيجه قبل وبعد. بزاف الاخوان تيتفرجوا كينساو لايك، كنتمنى توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات كي ياخذوا لنا بزاف هاد الفيديوهات وتكونوا حتى نتوما ساهمتوا يطلع الفيديو عند ناس اخرى محتاجه للاصلاح. هذه هي الشقه الاخوان، هذا هو الصالون ديالها. الصالون فيه غرينيزا في البلافو والطالوش. هنا غادي نبدلوه، نديرو ديكورات بلي سبوتوليد، الإنارة مخفية. غادي لاحيت لي كيبان ليكم هنا الإخوان، غادي نقطعوه وغادي نديرو واحد السيباراسيو هنا باش يدخل شوية الضو وتبان واحد النضرة اللي هي زوينة. هاد الكولوار تا هو غادي نديكوريه بالإنارة مخفية ولي سبوت، وغادي ندوز الستيكو وغادي نوريوكم المطبخ وكل شيء. المطبخ هكا كان الاخوان في الاول كما شفتو، هكا تيتسلم من عند الشركه، في زليج عاجي ومخدوم داكشي ناقص. هنايا غادي نهرسو هاد الزليج هذا، غادي نهيدو الاخوان وغادي نديرو الزليج هي جهه بلون دو ترافاي، وغادي نهرسو هاد الحيط هذا. غادي نكبرو في هاد المساحة البانكو باش يدخل الضو وتبان الشوفة زوينة. وغادي نجيبو لا كويزين ال تمجي حتى لهنا، وهنايا غادي ندخلو هاد السارية. هاد السارية معرقلة، غادي ندخلوها في تيكورة الكوزينة. هذا البانكو الاخوان، هاد البانكو غنصاوبو ليه الالومنيوم ديالو وغيبقى يبقى مفتوح الالومنيوم كوليس. والكوزينه غادي نهرسو لها هاد الزليج ونفينيوها بالمرطوب ونقادو الزليج يجي بلون دو ترافاي. هنا الاخوان شتو هاد البلافو هذا كيفاش هابط هنايا، جا هذا بحال شي منخر. غادي نحاولو نديرو ليه هنا شي ديكور زوين باش يبان متناسق لنا مع الكولوار، تبان شوفة زوينة. حيت جا مفتوح هدا الكولوار غادي ندخلوه فيه. غادي نوريكم لي شامبر، لي شامبر هما هادو الاخوان، كنهرسو في هداك الجبس اللي كان في الاول. الشامبر الثاني، الشامبر هو سالينا الثاني، هذا درنا فيه طبيلة بجوان كرو والإنارة مخفية، ديكور سامبل. والدار غادي تمشي بديكورات سامبل بالإضاءة ليد. هنا عندنا هاد الحمام هذا مضيق الاخوان، غادي نديرو فيه الزليج دا متر وعشرين. غادي نحاولو نديرو فيه الموبل والزاج وكلشي في هاديك المساحة الضيقة. دابا الإخوان هنا بدينا في الستيكو، صباغة الستيكو، نسقنا الإضاءة المسائل. بالنسبة للدار كاملة غتمشي في الستيكو في الأبيض الخوت باش تبقى الشوفة باينة زوينة وتكون الإضاءة ديما الالوان مفتوحه تيخليو لك الاضاءه في الدار. بقاو معنا باش تشوفوا دابا النتيجه النهائيه ديال الشقه. مرحبا الاخوان، هذه هي النتيجه النهائيه. كما شفتوا هنا درنا هذا الباب بلاندي ديال تركيا، بدلنا الباب تاع الشقه. تفضل اخي نوريو الاخوان الصالون والتغييرات اللي قمنا بهم هنايا. هذا هو الصالون الاخوان. بالنسبه للصالون درنا فيه طبيله بجوان كرو وليد والسبوطات، كل شيء بقى في الابيض. وهنا في الوسط درنا الجيستري هذا مشرط الاخوان كما شفتوا. بالنسبه للصباغه درنا ستيكو في الابيض بريو. بالنسبه لهذا الستيكو تعطيك المساحه في الدار وتيبقى تيبان لك اتساع ماشي بحال دوك الالوان المغلوقه. كذلك هنا الاخوان كان واحد كما شفتو في الاول تاع لا فيديو كان الحيط ساد لبارطمان كتبان مخنوقه. حنا حيدنا هذا الحيط هذا ودرنا هاد السيباراسيو هذا، درناه بالعود ديال الشوك. بالنسبه لهاد السيباراسيو الامتيازات اللي فيه تعطيك الاضاءه وفي نفس الوقت راكب هكا باش يحبس لك الشوفه الا كان شي واحد هنا ما تيبانش مزيان. وري الاخوان الصالون كامل كيفاش. هنايا درنا هاد البريزات هادو هاهما، هنايا درنا البريزات تاعو شاشة البلازما. بالنسبة للسبوطات وليد كل حاجة تتشعل بوحدها، تنقسمو الشعلة
لي سبوت بوحدهم، لي تيشيرت بوحدو، والبولات الوسط بوحدها. هنايا الاخوان الكولوار، الكولوار درنا فيها الديكور هذا، فيه هاد السيركل بالاناره مخفيه في الابيض، ودرنا هاد الغريغرات جوج شاعل فيهم ليد مع سبوطات. شتو المساحه كيفاش ولات في الكولوار، وهاد السيباراسيون عطا واحد المنظر جميل. دابا غادي نوريوكم المطبخ، لونتيرفون هنايا لي سبوط. هذا هو المطبخ الاخوان، المطبخ تا هو خدمناه بالابيض ودخلنا فيه الجاج، دخلنا فيه هاد الستيلاده تاع الجاج بزاكرات توشلاش ليفي ليفي، درنا هكا في هاد الروبيني تيتجبد وكلشي. بالنسبه للرخام درنا الجالاكسي. هنا الاخوان باقي ما مسيق ما منيطوايي، يلاه سالينا الاشغال، درنا لكم هذا الفيديو. هنايا درنا هاد السنيجق فوق الثلاجه، هنا بلاصه الثلاجه، هنا غادي تجي ماكينه الصابون، هنا لي بلاكه الاخوان فوق على هوط. وهنايا راه درنا هاد بلاصه الفران. بالنسبه للكوزينه باقي فيها الاشغال، بيركب الفران المسائل والماكينه. هنايا كانت هاد السارية خارجة غاتجي تجفو في الكوزينة، حنا دخلناها في التيكور باش نستغلوه باش تولي تتبان بحال حنا درنا ديجا، وهي راه سارية هادي. كلشي راه شتو في الأول تاع الفيديو، هانتوما لي طاجرات من الفوق، لاهوط فوق حتى هي المسائل. كوزينة صغيرة ولكن استغليناها حنا خدمة العائل. خدمنا هائل. بالنسبة لهنا درنا الزليج تاع 60 على 120. هنا كاين هاد البانكو، هذا راه خلينا هاكا تصبغ حتى هو في الكوزينة. الشوفو الاخوان في لاصق الشوفو، هنا الشوفو بقى هاكا. بالنسبة لهاد البانكو بغيت تجي فيه شي صالامونجي صغيورة وهدا. غنوريكم دابا الحمام ولي شومبر. بالنسبه للبيبه راه بقاو في لونهم، دوزنا لهم غير الفيرني ديالهم. هذا الحمام الاخوان، الحمام شتوه كيفاش كان في الاول، صغيور داكشي مضيق. هنايا حاولنا نخدموه نستغلو فيه لي سباس، ودرنا فيه حتى هاد الموبلات، درنا فيه الموبل والمرايه بلاد. وهنا درنا هاد الدجاجه ترومبي تاع 10، لي زاكسيسوار ملاح ما كيسديوش، ودرنا هنا بلاصه الدوش كتدخل كتسد عليك. والطواليطه بقات هي هي، ما درنا سي سبونجي، وزدنا هاد لي نيشات هادو. هاد لي نيشات ما كاينش فين ديرهم، ولكن درناهم في لاكين. هنا درنا سبيراتور على حساب التهويه. وبالنسبه لهاد الميكانيزم تاع الرشاشة، تروا بياس وديجيتال الاخوان، فيه كونتور ديالو، فيه كونتور تيخدم بالضو، وفيه سيستيم فهاد الترموسا ديالو، كلشي تيطلع ليك شحال في درجات الماء السخون هدا. والبلافو درنا فيه سبوطات، درنا فيهم هاد الغريغير هدا، فيه الانارة مخفية في الابيض. وهذا لي هاد الشامبر هدا درنا فيه طبيلة سامبل بليد والإنارة مخفية، والستيكو درنا فيه الأبيض في الستيكو. وهنا درنا البريزة تاعو شاشة البلازما، جاو بريزة هنايا. هذا البانكو تاع الغرفة، البانكو تاعو غادي نوريكم هاد الشامبر. هادا هادي الغرفة التانية، درنا فيها طبيلة بالإنارة مخفية ولي سبوط والستيكو في الأبيض. الدار كاملة مشات بالستيكو، داكشي تيبان زوين الإخوان ومضوي، عرفتي الإضاءة. هانتوما كتشوفو البريو كيفاش طالع. هنا درنا بلاصة شاشة البلازما،
بالنسبة لهاد الشامبر ما فيه شي فراش، داكشي اللي صورنا عليكم هاكو سامبل، تيجي زوينة الاخوان. دوك كترت اللوان كيطلعوا في الراس وتيغمقوا لك الدار، ممكن ما احسن من السامبل اللي فرشتي ليه، تيجي معاه بهال هاكا. والشراج ما درناهم كاملين سكيريتي، بدلنا لهم درنا لهم الحديد على حساب الدراري الصغار وداكشي، وخرجناهم جاو خارجي. غادي نجيبو واحد الجولة خفيفة باش الإخوة اللي ما شافش شي حاجة تبان لي هنايا، بقاو معانا باش تشوفوا كلشي. شوفوا السريه، الاخوه اللي ما شافوش شي حاجه غادي تبان لهم. كولوار جزوين ديما الاخوان، لون واحد كيجي مليح، والابيض راه تعطي منظر رائع. هادي لا كويزين، جبناها ال هاد لا كويزين كانت مخربقه، ولكن صوبنا لها الفصاله ديالها ولات رائعه الاخوان. رخام جالاكسي، هذا الحمام، الحمام عندنا له الديكور تاعو غرغر بليد مع سبوطات ايطونش مضاد للماء، والزجاجة هو هاد الحمام هذا صغير صعيب باش حصلنا ليه على هاد النتيجة هادي، قسمناها وراه جا فيه كلشي، والباب ها هو راه تيتسد، سبيراتور كلشي ناض جا الاخوان. هنا كانت هاد الهبطة درنا فيها هاد الديكور هذا. هنا كاين هاد الشامبر، وهنا راه كاين البانكو الاخوان. دابا هاد الليد مع التصوار تيبان تيسيني، درنا لكم هاد الشوفة هادي باش الاخوة اللي ما شافوش شي حاجة تبان ليهم. هانا ما تنساوش تعطيونا الاراء ديالكم في لي كومونتير، كيفاش كتجيكم الخدمة، واللي خصاتو شي حاجة مرحبا يتواصل معنا في الانستغرام زكريا بارود او رقم الهاتف. تحياتي.